أحد مراجع التقليد نقل لي هذه القضية، قال أنه عند الدخول في النار في العراق نار من بعيد كانت تلفح الوجوه، يعني واحد ما يتمكن يتقرب إليه. كثير دخلوا منهم الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه بجوربه اللي كان من نايلون، حتى الجورب ماله ما احترق. واحد في هذه الجموع بمجرد أن دخل احترقت رجل وصاح، اجوا أخذوه وهو طلع راح إلى المستشفى، مدة طويلة كان يعالج. هذا المرجع ينقل لي أنه يقول أنا رحت إلى عيادته، قلت له هذه الجموع كلها دخلت ما صار بيهم شيء، أنت شنو صار؟ ليش رجلك احترقت؟ قال في الواقع أنا عندما شفت هذا المنظر قلت هذا مو معقول، وحتما أكو هنالك سر في القضية، النار محترقة وأنا دا أبحث بعقليته الطبيعية. يقول قلت أكتشف هذا السر. يقول قبل ما يدخلون بالنار إجا أحد العلماء وشي طلع من جيبه وقذفه في النار، قلت انكشف السر، هاي فد مادة تبطل مفعول النار، فد مادة شي أخرجه من جيبه ألقاه في النار، قلت هذا هو السر. يقول الناس دخلوا، أنا بمجرد ما دخلت وإذا بي أحترق، ما أدري أشهر قد كان يعالج. يقول هذا المرجع، فقلت له واضح هذا كان تربة سيد الشهداء اللي ألقاه هذا العالم في هذه النار.